صراحات نارية من الألماني يورغن كلوب بعد ترتيب الكرة الذهبية. أشاد البولندي ليفاندوسكي بما يقدمه محمد صلاح في الملاعب الأوروبية، مشيرا إلى أن الأداء الجماعي جزء مهم للغاية في اختيار الجوائز الفردية. وفاز ليفاندوسكي بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021. وقال ليفاندوسكي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: من وجهة نظري ليست مهمة صعبة على الإطلاق أن تلعب كرة قدم وتحرز الأهداف، ولكن يتطلب الأمر عمل جماعي وصبر وحب لهذه الرياضة. وأضاف عن عدم الفوز بالجائزة: إنها خبرة جديدة أن ألتقي بلاعبين عظام ربما لم يكن هناك وقت لمقابلتهم من قبل. نحن الآن لسنا في الملعب ولكن على السجادة ونتحدث سويا، وهذا يعني للكثير. وتابع عن صلاح: على مدار سنوات يظهر أفضل مستويات، لديه قدرات كبيرة. أعلم أن المصريين فخورين بصلاح لأنه اللاعب الذي يغير مجريات المباراة ويسجل أهدافا هامة، لديه قدرات خاصة ويساعد فريقه وزملائه على الفوز. وتم عن الفوز بالجوائز الفردية والجماعية: إذا فكرت في الجائزة فيجب أن تتحدث عن الأداء، وهو ما يأتي بمساعدة الزملاء في الفريق. دون زملاء اللاعب لا يمكن أن يظهر مستواه بهذا الشكل وحده. وجاء ليفاندوسكي في المركز الثاني جائزة الكرة الذهبية بفارق